الحجر الصحي اللي كنعرفوه الجميع لا بد من الإشارة للظروف اللي كتعيشها ساكنة المناطق الجبلية، واللي كتعاني على الأقل من جوج العوامل الأساسية. فإذا كانت ما تضرتش بزاف صحيا من حيث الوباء، إلا أن تضرت اجتماعيا واقتصاديا. من أولا التعلم عن بعد اللي ما كانش شيء منصف وما كانش فيه الإنصاف في الولوج، وأيضا المسألة ديال الدخل الاقتصادي المألوف. بالنسبة للتعلم عن بعد، طبعا أن الاعتماد ديال التعلم عن بعد اللي ما كانش فيه ولوج ديال الجميع، سواء إن ربما لنقص في التغطية أو لنقص الأجهزة اللي ممكن أنهم يتصلوا بها، واللي حرم عدد كبير من التلاميذ والطلبة والمتدربين ديال المناطق الجبلية من هذه الخدمة هذه، واللي غادي أضطر أكيد على التحصيل وعلى المكتسبات، رغم أن الامتحانات الإشهادية غتمر غير في المقروء، إلا أن هذا غادي يأثر طبعا على الفجوة اللي غتكون بين الناس اللي استفدوا من التعلم عن بعد وبين الناس اللي ما استفدوا شيء منه، واللي نتمنى أن يتداركوا الوزارة فيما بعد. المسألة الثانية اللي مرتبطة أيضا بالولوج الإنترنت هو الإعانات اللي تعطات، ومثلا الرسائل النصية للاس ام اس اللي كانت كتصافط في التليفون او غيرها، او الفورميلا اللي كيتعمروا. فما كانش كل شيء كان ممكن يولج لهذه المطابيع وهذه الرسائل وعمر لطلب الإعانات، وحتى باش يتوصلوا بها كان مشكل، بحيث ان الناس كانوا كيعلقوا تليفوناتهم في شجرة عالية او في قمة الجبل باش انهم ممكن يتوصلوا بالاس ام اس. وملي كيمشيو ملي كيتوصلوا بالاس ام اس فيها كانوا محظوظين كيتوصلوا به، خصهم فين يمكن يصرفوا ديك الاعانه هذيك. اذا الوكالات ولا المكاتب ما كايناش مكاتب عن قرب، والخطه ديال الحكومه ما دارتش في بالها يعني هذه المساله ديال القرب وتقريب الخدمه، خاصه ان الناس راه متقيده بعدم التحرك وعدم التنقل، وهذا كيأثر طبعا على الناس. المساله الثانيه هو الدخل، واللي كانت طبعا كتشكل من المنتوجات الفلاحيه والمنتوجات ديال المواشي وايضا الصناعه التقليديه. اذا الناس كانت كتصرف منتوجاتها عاده في الاسواق الاسبوعيه، وملي تسدات الاسواق الاسبوعيه ما بقاش عندهم فرصه باش يمكن يسوقوا، باش يمكن يجيبوا ذاك الدخل الاسبوعي او نصف اسبوعي او اسبوعي او نصف شهري، واللي طبعا تحرموا من هذا المدخول هذا، وحتى اللي كان عنده ما يبيع ما لقاش فين يبيعه. إن هذه من بين المشاكل، وكاين مشاكل أخرى.